أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسو دوادة ورار كي قدن بيا أعلن سيدة ميديا الدقال علوس أو كداح قرحي مدح دا مامول قبلية دا دالكا أو هاليس غلي نيسا دورو شوين كقرنكا دورو شرا صوماليا يا مالين بمالين تكاد بيسا وجهيسا عقابد عصب هاسي يشي هدي مرار بدن لغو إذيي إني كسعون لا أدهاي فرماجو وحي حد وحيران تهي مدحدة مامول قبلية دا دالكا سيدا أي ورباهين توغاتي لولان حوغن أو سالكاكو هيا دماعا إيادان سياسة ديد أو كدح جرا مدحدة مامول قبلية دا دالكا يا ميشاكا ساريا إن دورو شدا لغو صور دميو ساند كاني كو إي لواتن كغديهيسا مدحدة مامول قبلية دا دالكا يا روبلي أيا لفيل يا إن أي مقدشاكو كلمان سبديدا كدب مركي كلان لغو وضي إنو دحمرو سغالي طوانك بشاني أو باقدي سفركا أو رئيس الوزارة روبلكو مقنا سيدا أن حوكتو كوهلني كلان كاسي أيا وحا هريا للابا قضب أو آد حساسي وآه كو هبراع دورا شادا قولها الشعب كمدحدة مامول قبلية دا دالكا أيا سي آده ادونا يا إني سو ساران أمالا سو سارو هبراع دورا شاو أود بدن سينا يا إياغا سي أي دورا شادا قولها الشعب كأغو ديغان ميد لا ميد أهي أقل كساري أو سبوحدة أي الله هايين قو آنكا عدة نقونيسا سنتر إيو عدة آن نقونينين أياغا أو فهمسن قرشاها مدحدة مامول قبلية دا أياي قدiga دورا شادا سو سارين هبراع دورا شاو لغو سو بيغي لابا مال موت قدهو دا شركي باقضي إيه سغالي طوانكي بشاني وحا أغو وين إلا إسكو هايو أيا أه عدة له أود سو حوليست إرغدا دورا شادا حلبان كا مدحدة مامول قبلية دا دالكا أيا دونا يا إني كالينكو ييشان حوليست إرغدا حالكا أضياشا قبائلك قدiga دورشادا ميدوغا مشرحين تا ايو مدح وينا فرماجو اي دونيان ان قبائلك اللو مدح بنيو دورشادا اقل كسر ايان نقو تاي ميد امد او ايدل اي كودا قيل سي سيدا اللو مسوق ماسوق اي ايادا او اي سندعين واح دورشالاقو تلمامي كروبال سي اي مدح دا مامول قبلد دا صوحولين ساحيب بدو دا حكتو دو دا ايو حلوف دو دا سياسة ديت سيد تاس لوغا هورتغا قدiga دورشادا اهير فدرال ايا سو ساري هبراع دورشا او لغو حديدي اوود مدحدة مامول قبلية دا بلسي مدحدة مامول قبلية دا دالكا ايا هادا دونيا ان تاسي وحلقا بدلو حبناها كدو احمد مدوبي ايا سعيد داني ايا كدو ديا ان قدiga هير فدرال بدن كيس ايهين كوكو حيران مدحوين فرماجو سيدا درا ديدنا اي تا هاي السبب تا اي او دونيا ان مامول قبلية دا لسيو اوود ديري si looga hortago in filla Soomaaliya ay musuqmaasuqdo doorashada golaha shacabka federaalka Soomaaliya laba deegaan doorashada waxa wali jira isku day la doonayo in lagu soo koobo deegaan doorashada golaha shacabka oo laga dhigo hal magaalo qorshahani oo dhowr mar la isku dayay balse la isku raaci waayay ayaa mar kale miiska saaran madaxda maamul goboleedyada dalka intooda badan ayaa doonaya in deegaan doorashada laga dhigo hal magaalo si gaar ahna axmed madoobe cali guudlaabe iyo saciid dani axmed madoobe iyo cali guudlaabe ayaa maamuladooda laga taageersanayn hiiraan iyo gedo waxaana diidan beelaha qaar ee goboladaasi iyadoo sidoo kale ay goboladaasi ka jiraan awood ciidan oo ka soo horjeeda sidaa daraaddeedna way ku adag tahay in doorasho ay ka qabsoonto garbaharey iyo magaalada beledweyne ururka taaliban ayaa todobaadkan dib ula wareegay gacan ku haynta guud ahaan dalka afghanistan waxaa dhacdadan ka hadlay musharax madaxweyne abshir feero oo noqday siyaasigii ugu horeeyay ka hadla arrintan qoraal uu soo saaray musharax abshir feero uu ciwaan ugu dhigay soomaaliya waxay noqon kartaa afghanistan oo kale qoraalka musharax madaxweyne abshir feero oo ahaa sidaa sii wada afghanistan hadda ka socota anigoo indhihiina argagax gelinayso saacadba saacad ka dambeysa waxay naga dhigaysaa markhaatiyaal aan awood u lahayn oo ah dhacdada taariikhda adduunka sawirada qotada dheer dhibka leh ayaan aragno waxay ku sameeyeen qalbigeena iimaankeena waxay la mid yihiin fashilka cad ilaal galbeedka kadib in ka badan 20 sano oo fargelin iyo hanjabaad ah dhacdooyinkan naxdinta leh iyo qalbi jabkan waa inay bulshada caalamka ugu digaan sababaha musiibadan iyo dowladaha adduunka ee ku saabsan halista soo noqoshada ee iman karta dalalka kale ee gaar ahaan dalkayga soomaaliya sababaha ugu weyn ee ka dambeeya musiibada afghanistan ayaa nasiib tara ah inay horeba ugu jireen soomaaliya iyo usama bin laden oo ku lug lahaa taageerayaal badan afghanistan xagjiriinta islaamiga ah ayaa isku daya inay qabsadaan quluubta iyo maskaxda jiilayaasha dhalinta yar waxay isku soo magacaabeen taalibanis oo micnaheedu yahay ardayda sidoo kale habkan lagu aasaasay soomaaliya oo sidaasi oo magaceedu ahaa shabaab micnahoodu yahay dhalinyarada intaasi waxaa sii dheer soomaaliya iyo dowladihii kala dambeeyey waxay cadday
عديان إني سن أود أقوله هن إني واحد كقبطان دعدو دعيت الإسلام كا سداس ترتيب أيكوا تنازلين دجال دي أي كل جرين حق جرك تبينها كلمة عالمي كا ملايين كدول إلسي الصومالية يا كجعان كيستي هرمرين تا مسق ما سقى نذهب سن أمان كا الصومالية واحد كدرس لقصية واحد لقصية شركة ووين عالمية قال أو قال لو لي هاي كوا سو أنت بدن عن موقن عن أشقين إذا كصومالية مهلين ما رجلهم كفلان أنا جو أسياس صومالية مدعبين على حزب كأسياس مستقبل كيو جميع معارض كا دل كيا واحد جعلان لها إن أمريكا هري موجي ربيتان كي جو ونكسن إيه دت كا أفغانستان كد أن أوجسيو بش عالم كي دول ده دون كا هلست دبتة صون قشرة مصيبة جيز كا مجال هذا مقدسة جوشي طالبان وحاقود بلدك الشواب يعني لقرين حقيقة جرتا مدعبيني هوري افرماج او ديدي انو احترامو دستورك او سي ودي حبكي قبيلك او دوغوي او مصق ماسقي حالكي او قبن قابل لها دور شوينك توسك او وحو مقدع مد ان اوود او لهن لدقالك اسلاميين تحق جرتا يكو اندو هو دحيرينيهين يو تاقير دي نظامك مصق ماسقا USA, فرنسا, UK, إن دمان ودمادة كالة أولي إسكو إن أتراية ربطانك خطوطة دير إسبادلك دادك الصوماليات ليهين أياه دوش أردن دونا مسؤولية الصومالية إن الشوابك أود أهستان إن الصومالية نقطة سيدة أفغانستان أو كالة فضلا دب أدا وركيني هوري إي عالان سيدة ميديا شعب عريسان أو مانتي حفتي مقالة مقدشة وركي قدن بيايا كسوباح يا قرح حقن أو كدعي إسجوز كجوبة إي مقالة مقدشة magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa ka dhacay dibad bax ay dhigayeen dadweyne ka careysanaa dadkii ay ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda ku laayeen deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeelada Hoose dadweynaha ayaa isugu soo baxay fagaaraha taalada daljirka Dahson oo ku yaala degmada Bondheere waxayna wateen boorar lagu soo xardhay erayo ka dhanaha ciidamada AMISOM sida dil gardaro ah dooni meyno xasuuq dooni meyno iyo erayo kale oo aad u kulul sidoo kale dibad baxayaasha ayaa cambaareen xoogan u jeediya AMISOM oo dalka u jooga howlgal nabad ilaalin ahi waxayna ay ku eedeeyeen inay dishay dad shacab oo aad u fara badan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir sida guddoomiyaha degmada Bondheere Saynab Yuusuf Wehliye ayaa ka qayb gashay dibad baxa waxayna dadka ugu baaqday in isdejiyaan isla markaasina ay si deggan ku raadiyaan cadaalad dhanka kale Shamsay Yabarow oo banaanbaxa ka hadashay ayaa iyaduna tiri annaga in AMISOM ayna layso xaq uma lahan mana doonayno annaga oo Soomaali ah oo dalkeena joogno inayna layso horta taas qalad weyn ayay ku tahay ayay dhahday gabadhaasi qaar ka mid ah dadka dhigayay dibadbaxa ayaa sidoo kale dowladda Soomaaliya ka dalbaday inay arrintani soo farageliso ayna wax ka qabato dil wadareedkii loo geystay dadkii shacabka ahaa ee lagu laayay deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeelada Hoose dibadbaxa maanta ka dhacay Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha Uganda oo ka hadlay dhacdadani uu qiray in ciidamadiisa ay dad shacab ahaa ku dileen Soomaaliya isla markaasina la xiray askartii ka dambeysay falkaasi misana maxkamad la geyn doono Yoweri Museveni ayaa sidoo kale sheegay in magdhow ay siinayaan eelada dadkii ay ciidamada dilka ugu geysteen gudaha Soomaaliya dhacdadan ayaa timid kadib qarax ciidamada Uganda lagula eegtay Golweyn iyagoo kadib toogasho ku dilay 7 qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa deegaanka uu weerarka ka dhacay isla markaasina xasuuq ba'an ay geysteen si kastaba ha ahaatee shacabkan ayaa magaalada Muqdisho qayb ka mid ah xirtay isla markaasina ku eedeeyay AMISOM inay shacabka Soomaaliyeed iska xasuuqaan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.